الخطوة اللي بعد كده احنا من دلوقتي هنبدأ نشرح كل حاجة في مايكروسوفت انتيون اللي هو مايكروسوفت اندبوينت مانجر. فهنبدأ الأول بديفايسز، فتعال نروح لديفايسز. في ديفايسز هنا على الشمال هتلاقي ان انت تقدر تمانج الويندوز، تمانج الاي او اس والايباد او اس، تمانج الماك او اس، تمانج الاندرويد، الكروم او اس بريفيو لسه نازلة، ففي اوبريتنج سيستم للكروم تقدر ان انت تعمل له مانج من خلال الانتيون، وتقدر ان انت تعمل مانج لللينكس. ليكن مثلا احنا هنبدا بالاي او اس، فعشان تمانج الاي او اس ديفايسز زي الايباد والايفون والموبايل ديفايسز ديت بتاعه ابل، انت مطالب الاول قبل ما تعمل لهم مانج، مطالب الاول ان انت تبوش سيرتيفيكت من ابل لمايكروسوفت انتيون. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مايكروسوفت انتيون بيقول لك هنا ان انا بريكواير ابل ام دي ام بوش سيرتيفيكت تو مانج الابل ديفايسز وسبورت المالتيبل انرولمنت ميثودز. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا هقول له انا عايز ابل ام دي ام بوش سيرتيفيكت، فبقول له انا اي اجري على الاجريمنتس ديت. اول حاجه بعملها ان انا بداونلود سيرتيفيكت ريكويست، فبدوس على داونلود يور سي اس ار سيرتيفيكت ريكويست، فنزلت عندي هنا. تاني حاجه بعملها ان انا كرييت ابل ام دي ام بوش سيرتيفيكت، ان انا بروح اقول انا عايز اكرييت ابل بوش سيرتيفيكت، بيحولني هنا للويب سايت بتاع ابل. لازم يكون عندي ابل اي دي، ممكن اكرييت نيو وان، فانت لو ما عندكش ابل اي دي ممكن تيجي تقول له هنا انا عايز اكرييت ابل اي دي. انا بالفعل عندي واحد، فممكن اقول له انا khalid.rizq5@hotmail.com، الباسورد كده. تمام، هيبعت لي التو فاكتور اوثنتيكيشن على الموبايل. فمن هنا بلاقي الزرار بتاع كرييت سيرتيفيكت، بوافق اكيد على الاجريمنتس دي من ابل، اكسبت. بعد كده بجيب له السيرتيفيكت ريكويست اللي انا عملت له داونلود من الانتيون، فباجي هنا في داونلودز بلاقي الفايل اهو، دبل كليك عليه ابلود. فابل هنا هتديني سيرتيفيكت اروح اعمل لها امبورت في مايكروسوفت انتيون، فهعمل هنا داونلود. لو خدتوا بالكم هنا الاكسبيريشن دي هي بتقعد سنه، السيرتيفيكت اللي احنا جبناه دلوقتي دي بتقعد سنه، بعد سنه يعني يوم 12 مايو 2024 لو ما عملتش رينيو للسيرتيفيكت ديت للاسف انتيون مش هيقدر يمانج الديفايسز بتاعه ابل، فلازم قبل التاريخ ده تعمل رينيو للسيرتيفيكت. فالسيرتيفيكت انا عملت لها داونلود نزلت عندي اهيت، هرجع تاني لمايكروسوفت انتيون واقول له انا عايز ابلود السيرتيفيكت، فاجي هنا الابل اي دي بتاعي انا khalid.rizq5@hotmail.com والسيرتيفيكت اللي انا جبتها اهي ابلود. حاليا هو عمل ابلودنج، لو رجعت باك كده هلاقي ان عندي كل الزراير ظهرت معايا، الزراير دي كانت مخفيه قبل ما اعمل ابلود للسيرتيفيكت، فالاقي ان الابل كونفيجريتور ده حاجه خاصه بابل بيعمل بالك انرولمنت للديفايسز لمايكروسوفت انتيون، بدل ما انرول ديفايس ديفايس موبايل موبايل للانتيون الابل كونفيجريتور ده بيعمل بالك انرولمنت. فدلوقتي انا اقدر ان انا
اعمل انرولمنت للديفايسز بتاعت ابل لمايكروسوفت ان تيون وانس ان انا عملت بلاتفورم بروفايل او وانس ان انا عملت ابلود للسيرتيفيكت من ابل لمايكروسوفت ان تيون. طيب الحاجه الثانيه اللي محتاج اعملها عشان الموبايلز اللي عليها اندرويد تشتغل معايا، انا لو رحت هنا برضو الاندرويد هتلاقي ان انتيون برضو بيريكواير ان انت تعمل لينك بجوجل بلاي، فهنا محتاج ان انت تديله الجوجل اكاونت بتاعك عشان يلينك الانتيون بجوجل بلاي عشان يقدر انتيون يعمل مانج للموبايلز اللي عليها اندرويد. فتيجي هنا تحت اندرويد تنزل تحت شويه هتلاقي لو واخد بالك الزرار كلها مخفيه لان انت لسه ما عملتش لينك الانتيون بجوجل بلاي. فوانس ان انت عملت لينك من هنا دوست على مانج جوجل بلاي وتقول له اي اجري ان انا هلينك، بعد كده بتقول له لانش جوجل تو كونكت ناو ساين ان، بالظبط زي ما بتشتري موبايل جديد انت اول ما بتفتح الموبايل وعايز تجيب البلاي ستور تنزل ابلكيشنز لازم تديله جوجل اكاونت. نفس الفكره هنا انت عشان انتيون يمانج الاندرويد لازم تديني جوجل اكاونت. فهنا هقول له مثلا khalid.riz5@gmail.com ده الجوجل اكاونت بتاعي نيكست، برضه هيبعت لي نوتيفيكيشن على الموبايل. تمام عملت ابروف من على الموبايل، من هنا اقول له كومبليت ساين اب فهيرجعني تاني هنا وهيفعل لي كل الزراير الخاصه بالاندرويد. فهنا بيقول لي مانج جوجل بلاي سكسسفولي كونفيجرد ويز تيننت، لو خرجت كده هلاقي ان الزراير اشتغلت معايا تحت اهي، كل الزراير اللي كانت مخفية اشتغلت معايا. من غير الستيبس دي انت مش هتقدر تعمل انرولمنت لديفايس عليه اندرويد او ديفايس عليه ابل او اس لمايكروسوفت انتيون. طيب فانا كده عملت اكتيفيت للبلاتفورم بروفايل الخاص بابل بالاي او اس والماك، نفس الفكره برضو اعتقد ان هو سمع من غير ما اجيب السيرتيفيكت الثاني من ابل هتلاقيها اشتغلت برضو. فالسيرتيفيكت بتاعت ابل شغلت لي الاي او اس والايباد او اس وشغلت لي الماك والاندرويد، وانس ان انا عملت لينك للجوجل اكاونت بتاعي شغل لي برضو السيرفيسز بتاعت انتيون الخاصه بمانجينج الاندرويد ديفايسز. هنا هي كل حاجة نورت معايا. طيب هل الويندوز محتاج نفس الفكرة؟ لا الويندوز مش محتاج ان انا اعمل حاجة. لو جيت هنا في ويندوز انرولمنت هلاقي ان زراير منورة ومش محتاج ان انا الينك بحد. ليه؟ لان الويندوز هو بتاع مايكروسوفت وانتيون بتاع مايكروسوفت فمش محتاج ان انا لينك انتيون بمايكروسوفت. الابل والاندرويد لازم اعمل لهم لينك بسيرفيس اكاونت زي ما عملنا، سواء كانت بسيرتيفيكت او سواء كانت جوجل اكاونت. هنا في الويندوز من هنا بقدر ان انا امانج الديفايسز اللي عليها ويندوز وبلاقي الزراير دي زي الاوتوماتيك انرولمنت زي الويندوز هلو فور بيزنس زي السي نيم فاليديشن، هناخد الحاجات دي كلها.